بسم الله، أنا دكتور مدحت الحصري، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمركز أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ. الحقيقة إحنا في المؤتمر الموحد لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، وده بيضم حوالي 25 جامعة وهيئة من مختلف أنحاء مصر، وبالتعاون مع المجلس الأوروبي للتعليم الطبي المستمر، وبحضور كتير من الخبراء الأجانب من أكتر من دولة، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ودول كتير. والحقيقة أنه فكرته فكرة هايلة، لأن مجال الكبد في مصر اتعمل فيه جهود كبيرة جدا، سواء على مستوى علاج المرضى أو تعليم الأطباء، وبس من خلال مؤتمرات كتير صغيرة. ففكرة المؤتمر الموحد احنا بنجمع الجهود دي كلها في مؤتمر كبير يمثل جمهورية مصر العربية، اللي عملت إنجازات خطيرة في علاج فيروس سي مثلا، وفي التصدي لأمراض الكبد المختلفة. فأنا كنت موجود في المؤتمر مسؤول عن جلسة علمية فيها نقاشات وفيها دراسة الجديد، علشان نوصل بمستوى الأطباء عندنا في مصر للمستوى العالمي. ودي حقيقة إن احنا أطباءنا بفضل الله، ثم المجهودات اللي بتتعمل في التعليم الطبي المستمر، بقى مستواهم عالي جدا. المؤتمر على مدار 4 أيام وبيحقق نجاحات كبيرة جدا، بيضاهي أكبر المؤتمرات اللي بتعمل في أي مكان في العالم. شكرا.